السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين. طمنوني عليكم، كيف صحتكم؟ طبعاً كل الناس الفترة هذه يا أم مسكتك فين، سوي لنا مواصفات الشريك، مواصفات الشريك. أنا بصراحة يعني أنا شخصياً أحياناً شوي أقع في روتين، يعني معلش يعني كثرة نفس العنوان ينزل كل شوي، لكن دام منكم طلبتوه لعل تكون طاقة جديدة، لعل تكون قراءة جديدة، موجة إيجابية جديدة توصلكم إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا يا حبايب القلب خلينا نبدأ وخلينا نشوف من خلال الحرف الأول من اسمك أو بطاقة الحجر، هي قراءة فنجان، مواصفات شريكك، أي شيء عن هذا الشريك. القراءة تكون بحسب الحرف الأول من اسمك أو طاقة الأحجار. أنا أعرفكم كلكم تموتون على قراءة الفنجان، والله أحيانا يجوني ناس يعني بس يحجزون قراءة فنجان، أو الأغلب يأخذون الفي آي بي لأنه فيها قراءة الفنجان. طيب القراءة رقم 1 قراءة الحجر البني، والقراءة رقم 2 قراءة الحجر البنفسجي. تمام، ستجد الحروف في صندوق الوصف أو في أول التعليق. شكرا لكم، الله يسعدكم ويبارك لكم في حياتكم. طيب قبل البدء لا تنسى أنك تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. خلينا نبدأ بالقراءة رقم 1 قراءة الحجر البنفسجي. ضمرنا على حالك وأحوالك يا صاحب القراءة، خلينا نعرف كل التفاصيل إن شاء الله. ما القادم في طريقك؟ ما القادم في طريقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب صاحب هذه القراءة تبكي كثير الفترة هذه، قاعد تبكي كثير كثير، قاعد تبكي يعني بصراحة، يعني تحس كأنه متى دعواتي ستستجاب، متى راح اتزوج، متى راح يعني تفتح قسمتي، متى راح في عندك دموع كثيرة يعني في الفنجان، كأنك قاعد تبكي وانت تشاهد هذا الفيديو، او انك كنت تبكي وانت وبعدها شاهدت هذا الفيديو، انت قاعد تمسح دموعك الان يا مجموعة رقم 1. طريقك طويل، بما معنى انه قسمتك طويلة المدة، يعني ما انفتحت للحين، قاعد تحس نفسك انه ما لي نصيب في الحب وما لي نصيب في الزواج. طيب أصحاب المجموعة هذه عليكم عيون كثيرة قاعدة تترقبكم وتترقب، يعني تترقبكم وتترقب حياتكم وفلوسكم ونعمكم وكل حاجة عندكم، قاعدة تترقبكم بشكل كبير، عيون لا تنام ولا تتوقف عن الكلام، عيون لا تنام ولا تتوقف عن الكلام يا صاحب الفنجان رقم 1. الناس أكلتك بالكلام وإنت ما بيدك حيلة. صاحب المجموعة رقم 1 جايك الخير وجايتك السعادة وجايك الفرح اللي ايش بيقول، ايش بقول لك، جايك الفرح اللي بيغير حياتك، جايك الفرح اللي بيعوضك. تمام، انت بتستقبل الطاقة هذه بأي تاريخ؟ خلينا نشوف الفيديو، والله نسيت انا التاريخ كم اليوم، 20 مارس. تستقبل القراءة بتاريخ 20 مارس ان شاء الله على سنة 2023، وطبعا هي قراءة مفتوحة، متى تشاهد هذا الفيديو قل أنا استقبلت الطاقة بهذا التاريخ، عسى ربي يفتحها في وجهي ويستر لي أمري ويفتح قسمتي. جايك العوض وجايك جبر الخاطر، جايك الشخص اللي بيحبك وبيصونك إن شاء الله يا رب. متوسط القامة إلى يعتبر متوسط القامة أو طويل القامة، بالنسبة لي أشوفها متوسط لأنه أنا يا حبايبي 1.73 متر طول، فيمكن أنتم مثلا أقل مني في الطول فتشوفونه طويل، على العموم أشوفها متوسط القامة أو طويل بالنسبة لكم. تمام، حنطي البشرة ولا يوجد عنده التزامات عائلية، بما معنى ليس مطلق وليس متزوج ولم يسبق له الزواج قبل. أوكي، عندك سمك كثير في الفنجان، بما معنى شوفوا السمك كثير في الفنجان، 1 2 3، يمكن جاتك 3 رزقات، يمكن جوك على أساس 3 عروض زواج لكن ما تموا، ما تم نصيب فيهم، أو إنه
اتكنسلت، اذا انت عندك زواج من شخص معين فانت اتكنسلت 3 مرات موضوع الزواج، ينطرح موضوع الزواج وما قاعد يتم لك. صاحب هذه القراءة، صح انك كل ما بتقول ان بتمم اموري بسوي اموري، سبحان الله ما قاعدة تتم لك. اقول لك 3 مرات متأخرة، او جوك 3 عروض تأخرت، او انه انت مع شخص وقاعدة تتأجل هذه العلاقة. الزواج ما هو قاعد يتم لك، يمكن عندك شوي تعطيلات في هذا الامور، في هذا الموضوع. الشخص هذا حمض البشرة، له شنب وله لحية وله حواجب، ويعني ايش بقول لك، يعني كثيفة بصراحة، شعره كثيف. بالنسبة للعمر مش راح يكون كبير عليك يعني كثير، بالعكس راح يكون مناسب لك. الإنسان هذا ظروفه المادية بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، وعنده خط سفرة، عنده خط سفرة، يعني إنه يا أما هو مسافر الآن، أو إنه بيجي من سفر، أو إنه عنده سفر وطول فيه ولكن راجع إن شاء الله الأيام هذه الجاية بإذن الله تعالى. أوكي، يقدر يكون هذا شخص من نفس دولتك ولكن مقيم في دولة أخرى، أو يقدر هذا الشخص إنه يكون من بلد أخرى، يعني بيكون من بلد أخرى، فهمتي؟ ما يكون من نفس بلدك أصلا، مختلف عليك ولكن جايك. كأنك هنا بتسأليني طيب وين بتعرف عليه؟ للبعض منكم يمكن انك اصلا متعرف على هذا الشخص وتحبيه وتريدي انه يكون بينكم زواج، ويمكن للبعض منكم طبعا لان قراءة مفتوحة وعامة، فاحتمالية انه هذا الشخص تتعرفين عليه عن طريق السوشيال ميديا وجايك حبيبتي، جايك في القريب، بيدخل حياتك في القريب ان شاء الله، جايك بدق بابكم، جايك بيسعدك، جايك بيعطيك المهر اللي تحبينه، جايك فعلا يعني كعوض وجبر خاطر لجميع الأشياء اللي صارت معاكي. لم تكن حياتك سهلة، أي شيء ما كان سهل عليكي. إذا كنت في علاقة مع شخص فأقول لك أبشري بالعوض، جايك بيعوضك على كل الصبر اللي صبرتيه. أما إذا ما عندك أحد فأنا بقول لك إنه ربي جايك عشان يعوضك، يعني ربي رح يرسل لك شخص عشان يجي ويعوضك عن كل الأشياء اللي صارت معك في الماضي حبيبتي. أوكي، ظروفه المادية بسم الله ما شاء الله، يمكن إنه فاتح بزنس، اللي طالع لي إنه عنده فلوس، يعني متريش كده وظروفه طيبة وعنده فلوس وظروفه حسنة جدا. يعني طبعا بالنسبة للإنسان هذا يمكن إنه شوي ظروفك المادية يعني دخلتي في ديون، أو عندك ظروف مادية مو كويسة، كأنه جايك هذا شخص بيعوضك عاطفيا وماديا ونفسيا. وسبحان الله الناس اللي ظلموك، إذا انظلمتي بعين أو بحسد أو بأعداء أو بناس ما بتخاف الله فيك وتكلمت عليك وشوهت سمعتك نظرا لتأخرك في الزواج، أو نظرا لي ما أدري أنا يعني فيك عيب عشان كذا تأخر زواجك، أو تكلموا في شرفك، هذول الناس جايك هذا شخص عشان يقفل لهم فمهم، فهمتي؟ يقفل لهم عيونهم، يطزهم في عيونهم، هذه زوجتي وأنا أبغاها، جايك شخص زي كذا. أوكي، إذا already أنت عندك شخص في حياتك فجايك الشخص اللي رح إيش بقول لك، تكلموا كثير ناس عليكم انه ما رح يتزوجك، انه لعوب، انه ما هو بصادق، لا جايك هذا الشخص عشان كذلك يجي ويطز الناس هذولا في عيونهم ويقول انه انا بأتزوجها رغم الظروف، لكن حصلت معي ظروف لهذا السبب تأخر نصيبي، او لهذا السبب انا ما تقدمت لك. جايك الشخص اللي بيوقف الناس اللي تكلموا عليكي عند حدودهم، تمام؟ طيب بخصوص هذا الشخص، أنا زي ما قلت لك ما عنده روابط، يعني ما هو متزوج ولم يسبق له الزواج أو الخطوبة، ظروفها كويسة الاجتماعية وكذلك العائلية، يعني كمحيط العائلة أنا شايفة أنهم ناس كويسين جدا، يعني يمكن تكون عائلتهم كويسة غنية ميسورة، المهم اعطيني أنهم بيكونوا محافظين، يحافظوا على الجوهر الثمينة اللي قاعدة تشاهد هذا الفيديو، أنتي عبارة عن جوهرتي الثمينة، أنا أبغى أحطك في المكان المناسب. جايك الشخص اللي رح يخاف عليكي ويصونك ويقدر قيمتك. مع الأسف للبعض منكم هنا حطيتي نفسك في مواقف بايخة على قولة المصريين، أنت حطيتي نفسك
في وضعيات أو في علاقات ما تليق بمقامك، لا تليق بمقامك. عشان كذا يا حبيبتي هذا الشخص كذلك، وأعيد الكرة مرة أخرى، إنه بيعوضك ويقدرك، يقدرك ويعوضك بإذن الله الواحد الأحد يا رب العالمين. الله يجبر بخاطركم، يعوضكم يا رب العالمين عن كل ما مضى من عناء وشقاء كنتم تعيشونها في حياتكم يا رب. طيب، بحق هذه الأشهر والأيام المباركة إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم الصحة والعافية ورمضان كريم على الجميع. طبعا عندكم خط سفر، عندكم خط سفر مع مين يا أم مسك؟ مع شريك حياتك. أنت مو لصالحك تعيشين في نفس البلد اللي انولدتي فيه، مو في صالحك. انت احسن شيء انك حتى لو هذا شخص يكون مثلا جايك يبغى يقول لك انا بنستقر هنا في هذا البلد، لا ما انصحك. اذا هو يسكن في دولة اخرى او انه مقيم في دولة اخرى او هو من جنسية اخرى، انصحك انك تبتعدين عن المجتمع اللي انت انولدت فيه. كله امراض نفسية، كله عقد، كله تركيز في نعم الغير، كله ايش بقول لك يعني محيط تعبان في المخ، أوكي؟ وأنت إنسانة راقية للأمانة. يمكن أنا ما بتكلم عن عائلتك المصغرة، أنا أتكلم حتى عن الحي اللي أنت فيه، عن محيطك العملي اللي أنت فيه، عن الدائرة الاجتماعية اللي أنت فيها. ما بتعجبني، ما بتعجبني، ما بتعجبك، ولا أنت راضية عليها، ولكن مجبورة نظرا لأنك انولدت هناك وعشت هناك، أوكي؟ فنصيحة لوجه الله، من يتم الزواج اشترطي عليه انه رجولك على رجولة، انا بأروح معاه كل ما انت تكون، لانه صاحبة هذه القراءة احسن لها انها تسافر برا ديرتها، اوكي؟ تسافر برا بلدها. طبعا يا حبايبي اللي حبيت اقول لكم هنا عندكم الانجاب من اول السنة، عندكم الانجاب من اول السنة، علاقتك معه ستكون عن حب بإذن الله الواحد الأحد. كيف بيشوفك؟ أقول لكم للبعض منكم تعرف عليك وتعرفيه ويعرفك، وللبعض منكم ستتعرفون عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق حاجة كذا تحصل، ما أدري، كومنت على الإنستغرام، تتكلمين سناب، تويتر، موقع تعارف زي كذا، بتلاقين هذا الولد أو هذا الرجل الشهم المحترم جايك ويدق بابك. سبحان الله، لعل دعوة من الدعوات استجابت في تلك اللحظة، كنت في لحظة خشوع يعني مع الله سبحانه وتعالى، لعل هاي تلك اللحظة كانت سبحان الله وصلت للسماء على طول. طيب، مش راح تتزوجي انت فقط هالسنة، عندك واحدة او يعني اخ او اخت من العائلة كذلك ستتزوج، يا رب ارزقها السعادة والخير والصحة والعافية، وانتم كذلك يا حبايبي يا مشاهدي. طبعا بخصوص هذا الشخص، من الأشياء الكويسة اللي عنده أنا بيكون كريم ورحيم ومحترم، يقدر المرأة ويحترمها. عنده والدته، إيش بقولك، إنسانة بريئة والبراءة زي الأطفال عندها، يحب والدتها كثير. تبين تنجحين في هذه العلاقة، حبي والدته، حبي محيطه، تقبل الاختلاف المعيشي اللي بينك وبينه، لأنه بصراحة راح يتغير عليك المستوى. أشوف أنه هو في ليفل كبير، يعني يمكن أنه شخصية عنده، أول شيء شخصية قوية، ولكن عنده نفوذ وكاريزما، وكذلك مستواهم المعيشي بسم الله ما شاء الله كويس جدا. فراح تلاقين شوي صعوبة بالأول، لكن بتتأقلمين بكل سهولة. والدته بتكون كويسة معك، إذا كنت عشتي حرمان عائلي أو أبوي، أشوف إنه الإنسانة هذه بتعوضك. رح على فكرة يا حبيبتي بتنحطين في عائلة محترمة جدا بسم الله ما شاء الله، أقول لك العوض جايك من جميع المنافذ. عندك حزن في قلبك، قعر الفنجان، عندك حزن في قلبك، عندك أشياء انظلمتي فيها، يمكن عائلت يعني إيش بقول لك، طفولة ما كانت سهلة، أو إنه عشتي ظلم كبير. أقول لك ترى كله على فكرة من المحيط اللي انت فيه، السبب الاصلي هو المحيط اللي انت فيه، لكن ربي راح يعوضك، ربي بيجبرك. عندك جهه المستقبل كلها اشراق، ويعني ايش بقول لك، وعوض واشراق وسعاده وكل حاجه. في واحده انتبهي منها راح تحاول انه تفك فرحتك منك،
راح تشوف انك يعني ما شاء الله تتزوجين واحد في ليفل ثاني. فانتبهي، لا تقولي هذه صديقتي او هذه اختي او لا حبيبتي، خلي العلاقة لين ما يجي لحد باب بيتكم. ترى ما تفرح لك الا والدتك يا حبيبتي، ما تفرح لك غير والدتك. طيب خلينا ناخذ نصيحة الملائكة لصاحبة هذه القراءة. نصيحة الملائكة لها تقول لك القراءة الوضعية اللي أنت فيها راح تتحسن في الأشهر هذه القادمة إن شاء الله. سيكون هناك عندك تحسن في صعيدك المالي والعاطفي وكله من جميع الأمور. جمعي معلومات أكثر على الشخص اللي تتعرفين عليه، أو إذا أنت أوريدي عندك علاقة مع شخص حاولي أنك تصبري وتهدي شوي، تراه جايك من الباب الكبير ولا عنده لف ودوران، ولكن يمكن الظروف حكمت فيه. طبعا الأشهر الجاية تقول لكم القراءة أنه رح يصير الخير وتصير عندكم السعادة. استقبلوا القراءة بكل حب وعسى ربي يغير الأقدار والأحوال. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خلصنا القراءة رقم 1 حبايب القلب، ويلا ننتقل إلى القراءة رقم 2. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة رقم 2 الحجر البنفسجي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصحاب القراءة رقم 2. كيف الأحوال وكيف الأمور؟ عساكم طيبين يا رب. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ ونشوف. فنجان حلو، فنجان حلو، بسم الله ما شاء الله، فنجان حلو. معجبين كثر يا حلوة، معجبين كثر وعيون كثيرة، معجبين كثيرة وعيون كثيرة. اللي بيشوفك بيقول هذه اللي بتزوجها، هذه اللي باخذها، هذه اللي بحبها، ولكن يهرب، يهرب ما يكمل. يشوفونك، يحبونك. إذا كنت في دائرة العمل فعندك زملائك في العمل يحبونك. إذا أنت في محيط الاجتماع، في محيط العائلي، كل اللي يشوفك في المناسبة أو حتى أمها تشوفك في المناسبة تقول هذه بتزوجها الإبني، بعدين تروح وتذوب زي حبة الملح وما تجي. لا إله إلا الله. إذا كنت على السوشيال ميديا بينعجبوا فيكي، في جمالك، في رقتك، في أنوثتك، في شعرك، في عيونك، في إيش بقول لك. ترى بسم الله ما شاء الله عليك، جميلة جدا 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 جدا. صاحبة المجموعة رقم 2. لكن أتوقعكم هنا في بداية، أنتم يا أما بين 20 و35 أصحاب المجموعة رقم 2، بين 20 و35، ما فتتم، ما تجاوزتم 35. فجميلة، حتى لو تجاوزتي كل اللي يشوفك يقول إنك بنت صغيرة، عيونك، ملامحك، كلك بيبي فيس، يعني بسم الله ما شاء الله كلك حلوة، من كل الجمال خذيتي شيء. أوكي، من الخلق، من الأخلاق، من الطباع، من الطبع، بسم الله ما شاء الله، من عائلة طيبة، تحبين الطبيعة كثير، لأنه أنا قاعدة أشوف إنك تحبين الطبيعة كثير، تميلي للبحر، جو البحر، جو الطبيعة، جو البر، جو الهواء النقي، أو إنك بحاجة إنك تسوين هذا الشيء على فكرة الفترة الجاية. صاحبة هذه القراءة، وين يا أم مسك أنا في الموضوع؟ أنا أبغى أغير حياتي، أنا أبغى أصير إنسانة ثانية، أنا أبغى أصير قوية. ما أدري في عندك قرارات مش قادرة تاخذينها، قاعدة تحسي نفسك مش قادرة، يمكن ماني عارفة، يمكن اللي متقدمين لك الأشخاص أو اللي نعجبوا فيكي مش قادرين يوصلوا لك، لأنه يمكن شوية عائلتك ترفض الاختلافات. للبعض منكم زي كذا، انتم عائلتك ترفض الاختلافات. انا ابغى اخذ قرار مصيري، انا ابغى اقبل الشخص اللي انا احبه. سبق وانظلمتي على فكره في علاقه، يمكن كانت عندك علاقه لكن ما تمت بسبب رفض اهل من الاهالي، يمكن اهلك ويمكن اهل الشريك. مو مشكله، قولي فيها الخيره، قولي فيها العوض، قولي فيها الخيره والعوض. يا حبيبتي ما راح منك ليس لك، ما راح منك ليس لك. تمام. صاحبة هذه القراءة
يمكن احتمالية انه البعض منكم قاعدين تحاولون انكم تسوون سفرة، انكم تسوون تغيير جو، تغيرون اللوك حقكم، تحاولوا انكم تتغيروا شوي في قراراتكم او في اتجاهات حياتكم. الى البعض منكم اذا قاعد يبغى يدور على ايش بقول لك، تغيير، لا اله الا الله محمد رسول الله، تغيير مكان شغله. اذا تبي تغير غير، اذا تبي تغير سيارتك غير، اذا تبي تغير مكان معيشتك غير، في عندك تغيير كويس على العموم، شيء كويس شايفة فيه التغيير حلو، التغيير راح يجي معاك وصفك، راح يناسبك التغيير. في عندك عتبة أو شيء أنت مالكه، أو بيت أو عمل أنت قاعد تروح له مش مرتاح فيه، من بين القرارات اللي لازم تغيرها. إذا أنت الآن تعيش في نفس مكان عائلتك، يمكن انك مش مرتاح في بيت عائلتك، تبغى رغم انه عائلتك كويسة جدا لكن تحس نفسك انك مش قادر تتأقلم، عندك اشياء وما ادري، يعني اشوفك انسانة اخرى بصراحة، يعني يمكن شوي عقليتك مش زي عقلية عائلتك، تحرر شوي، او عندك افكار ثانية وعندك مبادئ ثانية والله اعلم. طيب ما له دخل في هذا كله، بس انا لما شفته قلته. عندك معجبين كثر، انا قلت لك ترى يا حبي عندك معجبين كثر، تمام، عندك معجبين كثر، جايك شخص معجب سري قاعد يراقبك من زمان، من زمان يراقبك، من زمان يحاول انه يجمع افكار عليكي. بتقولي لي الان انا ما عندي، بقول لك مو صحيح، حتى لو الان انت مش قادرة تفتكري او مش قادرة تتذكري احد يراقبك، بقول لك شخص يراقبك، احتمالية يكون مش بالضرورة حتى من زمان، لكن أنا شايفة أنه من مدة طويلة، إنسان ثقيل متوازن يحاول أنه يأخذ عليك أفكار أكثر، يسأل عن عائلتك، يسأل عن محيطك، عن وضعك الاجتماعي ووضعك المادي، لأنه بصراحة هذا شخص متليع من البنات الطماعات، فيبغى واحدة أوريدي تكون يعني ومادياتها كويسة، أو من عائلة كويسة، أو من عائلة محترمة. طيب جايك هذا الشخص، ترى إذا هو مثلا عن طريق السوشيال ميديا يراقبك، أقول لك يمكن يجمع معلومات من بين الـ 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 الأشخاص المشتركين في حسابك وحسابه. إذا هو مو من السوشيال ميديا يقدر يكون من زملائك في العمل، يحاول إنه ياخذ فكرة أكثر، يحاول يعرف أكثر تفاصيل عن هذا، عن شخصيتك، عن أسلوب حياتك، عن كل حاجة. الشخص هذا يلبس لبس رسمي، لبس رسمي ولبس شيك وذوق كاجوال كذا، لبس كاجوال رسمي، شيء بسم الله ما شاء الله مرة كويس، عنده تنقلات كثيرة، يمكن سفريات بحكم العمل، أوكي، إنسان محترم جدا جدا، محترم، يخاف الله، الصلاة والعبادة والزكاة والصوم، مش بقول لك إنسان يخاف الله ويعيش دنياه، يخاف الله ويعيش دنياه، تمام. طيب بخصوص هذا الشخص، يعيل العائلة، يساعد عائلة وربما يساعد عائلات، إنسان متصدق وخلوق ويحب الله سبحانه وتعالى، إنسان يخاف الله في بنات الناس، يعني إنه ما جاء وتقدم لك أو ما جاء ويحاول إنه يتقدم لك غير لما يجمع عليك معلومات، وهذا أمر مؤكد، ورغم إنها طاقة مفتوحة ورغم إنها قراءة عامة، ولكن أنا أدري إنها مطابقة، وأنا متأكدة أنه كل يجي يشاهد هذا الفيديو سواء بقراءة خاصة أو عامة أو مجانية يرجع لي، رغم أنه يكون بالأول تقول لي مستبعد الموضوع يا أم مسك، ولكن بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا ولقيها راجعت لي بالتوقيت اللي أنا قلت لها عليه، إلا ويصير اللي أنا قلت لها عليه، تمام؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب شخص هذا طويل القامة، نحيف البنية، عضلات ولكن مش مبينة كثير، فهمتي؟ يعني عنده مصل بس مش مبينين كثير، يعني إنه بيروح بس الرياضة وكذا، بس لما يلاقي الفضوة، لما يلاقي نفسه قادر إنه يروح، أوكي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عنده عيال، عنده عيال، يعني عنده عيال، يعني إيش بقول لك، بنات خواته، بيساعدهم، بيحاول انه يكفلهم، يمكن يتامى، يكافل اليتامى، ومتصدق للناس المعوزة،
ومتصدق للناس اللي عندها حاجة إنها يتصدق لها. إيش بقول لك؟ والله العظيم خير ما اخترتي قسم بالله. وفكري في الموضوع، وجايك هذا الشخص بإذن الله الواحد الأحد في ظرف الأربعة الأوقات القريبة، 4 شهور، 4 أسابيع أو 4 أيام، ورح تفتكري كلامي تمام؟ أو نقدر حتى في 40 يوم الجاية. أنصحكم يا أصحاب المجموعة الثانية، روحوا يوميا شهر رمضان، بالله عليكم تصدقوا يوميا لوجه الله تعالى بنية الفرج وبنية الكرب، يعني فك الكرب وتسيير الفرج وفتح قسمة نصيبك. قوم روح تصدق 1، 2، 3، 4 لمدة 30 يوم أو 31 يوم في هذا الشهر المبارك. والله العظيم ما بيمر لك هذا الشهر إلا وتنفتح قسمة نصيبك، خاصة المجموعة هذه. أنا ما نصحت أي مجموعة ترى، نصحت المجموعة الثانية، طلعت لي كذا بحاجة إنك تطلعي صدقة يا حبيبتي، وعدتي إنك تطلعي صدقة وما طلعتيها. أوكي، وخاصة إنك سبحان الله ربي بيعطيكي هذا الشخص المتصدق، محب للخير، إنسان منفتح ترى، مش متقفل أو متشدد، لا 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 حبيبتي، إنسان كويس جدا. هذا الشخص أقول لك عنده تنقلات كثيرة بحكم العمل، أو يقدر يكون مدير، يقدر يكون في إدارة، يقدر يكون في ما أدري والله يعني، بس عنده مشاوير كثيرة وظروفه طيبة ومركزه فخم، ولكن عنده تنقلات كثيرة بحكم الالتزامات والمسؤوليات. بيلبسك خاتم هذه السنة، السنة هذه سنة زواجك وسنة دخولك للقفص الذهبي بإذن الله الواحد الأحد. قول يا رب استقبلت الطاقة بتاريخ 20 مارس 2023، وإذا استقبلت هذه الطاقة بأي تاريخ حتى لو 2050 اكتب تاريخ اليوم من شاهدة الفيديو، لأن الطاقة مفتوحة، وبإذن الله الواحد الأحد في غضون الـ4 أوقات لو تلاقي نفسك مرتبط ومتزوج. أقول لك جايك هذا الشخص عن طريق إعجاب، بينعجب فيكي، يقدر يكون مجمع أصلا هو معلومات عليك، لكن الآن بياخذ الفرصة أو بياخذ إيش بقول لك، بيندفع، بيسوي الخطوة الصحيحة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس مختلف عليك في الجنسية، أوكي، ليس مختلف. بينك وبينه كعمر بين 6 والـ10 سنين، بين 6 والـ10 سنين فارق في العمر. طبعا هنا عنده شوي التزامات، أقول لك تراه احتمالية إنه يكون للأمانة مطلق أو فاسخ خطوبة أو فاسخ زواج، عنده شيء بصراحة في القديم، عنده في ماضيه، عنده ارتباط رسمي مع وحدة، أوكي، يبغى الحب الآن، يبغى إنه يحب وينحب، تمام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك خاتم الزواج موجود يا صاحب المجموعة رقم 2، طويل القامة، أسمر البشرة أو حنت البشرة، عيونه كذا بارزة شوي، حواجبه كثيفة، هذا اللي أشوفه، أنف طويل شوي، مبسمة حلو جدا، ما يقول غير الحمد لله على شفاه، الحمد لله وأستغفر الله. أقول لك إنسان محترم جدا، ولكن ترى متفتح، مو من النوع اللي فهمتي المتقفل كذا في مخه، لا لا. طيب عندك سفريات معه بعد الزواج. طيب بالنسبة لهذا الشخص جاي يتقدم لك، جايك من الباب الكبير ومتقدم لك، مش راح يلف ومش راح يدور، تمام؟ عندك شوي متعطلة يا حبيبتي، عندك شوي متعطلة ويبغالك تنظيف طاقة، بس أمورك طيبة على العموم، يعني الحمد لله لا عندك سحر ولا شيء، بس يبغالك تنظيف طاقة، لأنه مركزين معاكي بالعين، بالعيون ولا بالعين والحسد، مركزين معاكي كثير، أوكي؟ طيب دعوات أمك وراكي إنه الله يفتح قسمتك ونصيبك وتتيسر أمورك في زواجك، يعني كأنه سبحان الله سبحان الله موجود عندي كذا، موجود عندي كلام الخير ودعوات الخير وراكي وراكي يا رب يا جبار. حبيبتي والله يطلع لي هنا الحروف، حرف الميم، حرف السين،
حرف النون، الأسماء الأول الأولية، الأول الأل أول حرف من اسمه، حرف السي أو الميم أو النون أو الألف، تمام؟ أوكي. محمد، حمد، حمدان، حامد. أوكي، بالنسبة للميم والسين والنون قلت لكم موجودة عندي بكثرة. عندي ترى أشوف صور الجمال، صبرت كثير وتحملت كثير وسمعت كلام كثير، وجايك ربي بيعوضك بإذن الواحد الأحد بإنسان يخاف الله فيكي. أوكي، عند الأولاد في عائلته أكثر من البنات، عنده الأولاد في عائلته أكثر من البنات بإذن الله الواحد الأحد، بتتيسر أمورك. الظاهر إنه هو الوحيد اللي لسه ما تزوج، أو هو الوحيد الآن يعني فري، فهمتي؟ يعني يمكن كان متزوج وتطلق، هو الوحيد اللي يمكن إنه يكون لسه ما هو متزوج، مش مستقرة في حياته العاطفية. أقول لك بيختبرك، انتبهي، يختبرك في أمور الماديات، ولكن تراه متليع من الزواج السابق أو متليع من الطمع. ظروفه المادية طيبة جدا، يا رب العالمين عسى ربي يكتب لك الخير والسعادة حبيبتي. عندك سفريات كثيرة، عندك تنقلات كثيرة، وين ما أنت وين ما هو تراه على فكرة إنسان غيور جدا. أنت زوجته غيور عليك، بيغير عليك كثير، تحسين شوي خنقة ولكن تراه حلوة، خذيها من الجانب الإيجابي لأنه تراه غيور، ترى سبحان الله من سمات الرجول الغيرة. طبعا ما نتكلم عن الشك المرضي، نحن هنا بنتكلم عن الغيرة الحلوة. أوكي، يغار عليكي، يشوف خصلة من شعرك طالعة من فوق الحجاب يقول لك غطيها، أغار حتى من الشعر، الله أعلى وأكبر. فيا ربي تمم لك على خير يا رب العالمين، ويا ربي حق هذا الأذان، الله يكتب لكم الخير والسعادة ويفرج همومكم وحياتكم يا حبايبي. خلينا ناخذ خلينا ناخذ رسالة الملائكة لك الفترة هذه. بإذن الله بإذن الله لو فكرتي بإيجابية جايتك العوض، عندك السعادة، عندك الخير، عندك الفرحة. بسم الله ما شاء الله، ترى فرصة كويسة جدا، فرصة كويسة جدا. فكري بإيجابية، استقبلي الطاقة الإيجابية، قولي أنا استقبلت هذه الطاقة، عسى ربي يفرجها علي أمسك بحق هذا الأذان يا رب العالمين. أوكي، شكرا لكم، أنا أقوم أروح أصلي. شكرا لكم، الله يسعدكم ويبارك لكم في حياتكم ومالكم وسعادتكم، يا رب يوفقكم يا أصحاب المجموعة رقم 2. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.